السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الرئيسية، إليكم أبرز عناوينها. مجلس الحكومة يتدارس ويصادق على جملة من النصوص القانونية والتنظيمية، وفي مستهله يؤكد رئيس الحكومة على ضرورة مضاعفة الجهود للرفع من وتيرة تطبيق البرنامج الحكومي. مديرية الأرصاد الجوية الوطنية تتوقع انخفاضا في درجات الحرارة، والوضع الفلاحي والرعوي بمنطقة الشاوية مستقر في انتظار تساقطات مطرية تنعش المزروعات الشتوية. بميناء طنجة المتوسط اعتماد نظام معلوماتي للسلامة الصحية للمواد الغذائية قصد تيسير مراقبة المنتجات النباتية والحيوانية. سياحة القوافل تجذب مزيدا من السياح من مختلف الجنسيات، نشاط سياحي يستفيد من المؤهلات الطبيعية والظروف المناخية الملائمة بإقليم تزنيت. أهلا بكم. انعقد اليوم بالرباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، وخلاله أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن سنة 2019 ستكون سنة بدء تنفيذ الإصلاحات الكبرى وإخراج مجموعة من القوانين، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود للرفع من وتيرة تطبيق البرنامج الحكومي. وخلال المجلس تمت المدارسة والمصادقة على عدد من المشاريع القانونية والتنظيمية. عماد أم سمير، عثمان التازي، وعبد الهادي سكيوي. الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة استهل أشغاله بكلمة رئيس الحكومة، والذي أكد فيها بأن سنة 2019 ستكون سنة تنزيل الإصلاحات المهمة في البرنامج الحكومي، خاصة ميثاق التمركز الإداري الذي سيساهم في تنزيل الجهوية، وقانون الإطار للتربية والتكوين، وقانون المراكز الجهوية للاستثمار، والخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وتطوير وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية. بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. إضافة تعريف جديدة، أيضا إضافة المقتضيات تتيح تتبع مسار المواد البلاستيكية المستوردة التي تستورد لصناعات أخرى حتى لا تذهب للصناعة ديال الأكياس البلاستيكية، وأيضا تعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين، وتقوية نظام المراقبة وردع المخالفين لأحكام هذا القانون، بحيث أنه في هذا القانون ما يتبقاش ظروف تخفيف الغرامات المالية، والمدة ديال العود سيقع تمديدها، ما تبقاش 6 أشهر أتولي 5 سنوات. إثر ذلك صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتجديد الترخيص لمدة 5 سنوات لشركة مغاتل SA، كما استمع المجلس لعرض حول تقييم تنفيذ المغرب لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويهم هذا العرض الذي تقدم خلاصة التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، والذي يندرج في إطار استعراض بلادنا في مجال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها بلادنا سنة 2007. إثر ذلك واصل مجلس الحكومة أشغاله بالموافقة على مشروع قانون المتعلق باتفاق بشأن تسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند، ويهدف هذا الاتفاق إلى تثمين علاقات التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وقضايا الإرهاب وتعزيز التعاون وتطويره في مجال تسليم المجرمين بين البلدين. ويستثني الاتفاق من عملية التسليم الأشخاص المتابعين في إطار جرائم سياسية أو أفعال مرتبطة بجريمة سياسية. اختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الدستور. ومن بين مرتكزات البرنامج الحكومي برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، برنامج طموح يسعى إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية على مستوى الجماعات الترابية. ومن أبرز مرتكزاته فك العزلة عن العالم القروي عبر توسيع وتقوية الشبكة الطرقية. والنموذج نتابعه من إقليم الظلال في روبورتاج أحمد العلوي وحسن سينا.
مشروع إنجاز الطريق الرابطة بين منطقة إسقاط وإنبزقين على مستوى الجماعة الترابية القروية أيت عباس بإقليم أزلال يندرج في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإقليم، غايته فك العزلة عن ساكنة المنطقة والدواوير المجاورة لها والتي تقدر بحوالي 6000 نسمة. الوقت الشتاء هو اللي قاسح علينا، دابا عندناش 3 دلوادات تما، ما كان لا القنطرة لا والو، هما اللي هلكونا. ما تدوز منه الا كاجا حامله خصك تبقى تما. دابا الطريق اللي كيتصوبوا راه مزيان، الطريق دابا مزيان الحمد لله، ولاو خدام فيها الناس الله عمرها هذا الحمد لله، ولات مزيانه الحمد لله. الطريق غادي قبل كانت شويه صعيبه، كانت محفوره وكانت سميتو، ودابا الحمد لله راه مزيان. المشروع يمتد في شطره الأول على مسافة 20 كيلومترا، في حين ستتم برمجة شطره الثاني برسم ميزانية سنة 2020. تفك إن شاء الله العزلة وغادي تزيد من العش الاقتصادي لهذه المنطقة. هي الشطر الأول، والشطر الثاني إن شاء الله مبرمج في سنة 2020. تبعوا في واحد المعايير اللي هي مناسبة لهذا التضاريس، المعايير اللي كتقوم بزاف ديال العوامل ديال الانجرافات والثلوج والامطار الغزيره الفيضانات. دينامية متسارعة يشهدها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي انطلق منذ سنة 2017 ويمتد على مدى 6 سنوات، حيث تم إنجاز 78 كيلومترا من الشبكة الطرقية بالعالم القروي لإقليم أزلال، بينما 110 كيلومترات من هذه الشبكة هي في طور الإنجاز. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة خاصة انخفاضا في درجات الحرارة يتراوح ما بين درجة واحدة وناقص 6 درجات بدءا من يوم غد الجمعة إلى غاية الأحد القادم. المزيد من التفاصيل في تصريح الحسيني وعبد مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية. تميزت الحالة الجوية العامة خلال الأسابيع الماضية وكذلك ستتميز خلال هذا الأسبوع بطقس مستقر على العموم في معظم أرجاء البلاد. هذا الطقس المستقر وهو راجع إلى يعني تمركز منطقة الضغط المرتفع، خصوصا المرتفع الأسوري والذي يشمل تقريبا شمال غرب إفريقيا ويمتد كذلك نحو أوروبا، غرب أوروبا إلى غاية الجزر البريطانية، وبالتالي يحول دون وصول اضطرابات الجوية نحو المغرب، وبالتالي في المسار ديالها يكون يعني تقريبا في أقصى شمال أوروبا. بالنسبة لدرجات الحرارة فستكون يعني منخفضة خصوصا في المناطق الشمالية الشرقية، هضاب العليا لشرق البلاد ومرتفعات الأطلس المتوسط والكبير، بحيث ستتراوح ليلا ما بين ناقص 5 إلى 0 درجة خلال الليل وتقريبا بين 5 درجات إلى 10 درجات خلال النهار. بينما في المناطق المتوجدة غرب الأطلس والمناطق الساحلية فطقس نسبيا بارد خصوصا يومي الجمعة والسبت والأحد بحول الله، بحيث ستكون درجة الحرارة منخفضة بدرجة إلى درجتين تحت المعدل الموسمي خلال يعني تقريبا نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل بحول الله. انخفاض درجات الحرارة بعدد من مناطق المملكة لم يؤثر بشكل سلبي على الزراعة البورية، وضعية تعزى أساسا إلى التساقطات المطرية المبكرة والتي ساهمت في إنعاش هذا النوع الفلاحي. من إقليم سطات روبورتاج فتح أمغار وعشور بن مسعود. هنا بمنطقة مزمزة بإقليم سطات تعتبر الزراعة البورية أحد الموارد الرئيسية للمنطقة، فهي تعتمد على التساقطات المطرية، إلا أن هذه الفترة من الدورة الفلاحية تعرف عدم انتظامها وكذا برودة الطقس، مما أسفر على نزول الصقيع أو ما يسمى بالجريعة على هذه المزروعات. اشتاجت مبكرة ونفعت فلاحة بزيان، فلاحة كانت بزيانة ديزا إنتاج ديز بزيان ولحد الآن باقي بزيان، ولكن كاين واحد التأثيرات ديال الجريحة دابا حاليا، وكاين واحد الدوده كطيح لا جاب الله المطار غيكون الامور زينة الحمد لله. ودابا كيكون شويه في المنازل كيكون فيهم شويه تاع القش، هذا سعد البولاع سعد الخويه سعد سعود كيكون فيهم شويه ديال القش دائما، ماشي غير دابا، وشويه من اللي كيحيدوا هاد المنازل كيبدا يدخل العام.
الماشية هي الأخرى رغم تواجد الكرائي في المراعي تأثرت بفعل موجة البرد، الأمر الذي دفع الكساب للعمل على توفير الظروف الملائمة لمساعدته على مواجهة نزلات البرد. تبارك الله خير موجود، الربيع مزيان، البهيم شبعانة، الزرع توا مزيان، كاين شوية القس البهيم بحال شوية ما اضربهم البرد ما مولفينش بهاد الجريحة، ولكن الحمد لله دابا ولينا كندفيهم كنديروا لهم شوية نسدوا لهم الشراجم باش على حسب الجريحة. ورغم انخفاض درجة الحرارة فإن الفلاح كله تفاؤل وأمل في موسم فلاحي جيد. ومع انخفاض درجات الحرارة يقبل المواطنون على اقتناء سخانات الغاز للتخفيف من برودة الطقس. سخانات تتنوع بين الأصلية والمزورة، ليبقى الاختيار الصحيح قائما على مجموعة من الشروط التي يجب احترامها تفاديا لما لا يحمد عقبه. من تمارا روبورتاج مهدي محب وأمين الشرقاوي. موجة البرد تجعل الإقبال متزايدا على الماء الساخن خلال الاستحمام وغسل الملابس والأواني، لذلك يصبح الاعتماد على أجهزة تسخين المياه مكثفا، بل هناك من يفضل تغييرها بأخرى جديدة لتجنب الأخطار المترتبة عنها. شريت واحد شوفو جديد، يعني كان عندي القديم، من استشرت مع المعلم قال لي بان هذا خاصو يتبدل باش يكون عندك سلامه متوفره في هذا في الجديد. يعني ان الناس دابا في هذا الفصل ديال الشتاء تيحتاجوا الاكثر كيحتاجوا الانسان الماء سخون. الاستعمال السيء لسخان الماء يحدث عنه تسرب غاز احادي اكسيد الكربون، غاز لا يشم ولا يرى لكنه سام وخطير، يمكنه ان يتسبب في موت الانسان في اقل من 15 دقيقه. ولتجنب كل هذا يجب اتباع هذه الخطوات. المراقبة دائما نيتوياج للشوفو والتركيب ديالو، يعني لقتاني شي شوفو جديد من المحلات، يعني ضروري تحتاج واحد دائما تقلب على حرفي مؤهل. بالنسبة لفين غيتطال هاد الشوفو خصنا نشوفو بلاصة اللي تكون متهوية. بالنسبة للشوفو ديال الغاز كاين الضوابط ديال الاستعمال ديالو، باش يستعملوا الطوندور ديال الغاز ويستعملوا والتركيب ديالو خصهم تما يستشروا مع الناس الحرفيه اللي في الميدان. شوفوا ديالهم من العام للعام يديه لعند مختص يدير لي ان نوتروتيان. صيانه اجهزه تسخين المياه تعتبر خطوه مهمه للوقايه وتفادي اخطار التسربات الغازيه القاتله، أخطار تظهر علاماتها من خلال صداع وتشوش ذهني ونقص في الرؤية قبل الإغماء ثم الوفاة. وعبر العالم تتواصل رداءة أحوال الطقس، عواصف استوائية وانهيارات أرضية والسيول خلفت خسائر مادية وبشرية. عبدها بكاراتي. ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والسيول المدمرة التي شهدها وسط الفلبين بسبب منخفض مداري إلى 85 قتيلا و20 مفقودا. أغلب الضحايا لقوا حتفهم عندما طمرت الانهيارات الأرضية منازلهم بعد أمطار غزيرة عرفت عدة أقاليم وسط البلاد، واستخدمت فرق الإنقاذ كل المعدات لتطهير الطرق المؤدية لمواقع الانهيارات، ودخلت المناطق التي غمرتها المياه باستخدام الزوارق المطاطية. وفي تايلاند فر عشرات آلاف السياح من عدد من الجزر والمناطق السياحية مع اقتراب العاصفة الاستوائية بابوك التي تهدد باجتياح جنوب المملكة بأمطار غزيرة ورياح عاتية وأمواج قد يصل ارتفاعها إلى 7 أمتار. وترافق العاصفة بابوك رياح سرعتها 104 كيلومترات في الساعة، لكن من غير المتوقع أن تشتد لتصبح إعصارا وفق خبراء الأرصاد. وشهدت أستراليا مؤخرا عاصفة ترابية ضخمة هبت على وسط ساوث ويلز، ولم تسجل أستراليا عاصفة ترابية كهذه، خلفت سحابة غبار أحمر كثيف يحجب الرؤية. رفض المتمردون الحوثيون اتهامات الأمم المتحدة لهم ببيع مساعدات غذائية موجهة للمدنيين، وانتقدوا برنامج الأغذية العالمي لإرسال مواد غذائية قالوا أنها فاسدة إلى اليمن. ومن جهته اتهم برنامج الغذائي العالمي الحوثيين بالتلاعب في توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن بعد الكشف عن أدلة تثبت حدوث هذه الممارسات في صنعاء ومناطق أخرى.
جرح نحو 20 شرطيا في مواجهاتنا اليوم بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين جاءوا للتمركز في عمونة وهو موقع مستوطنة قديمة تم إخلاؤها في الضفة الغربية المحتلة سنة 2017 حيث أعلنت الشرطة في بيان لها أن قوات الأمن أنهت إخلاء الموقع. جدد رئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد عزمه سحب قواته من سوريا مؤكدا خلال اجتماع مع فريقه الحكومي أن الانسحاب سيتطلب بعض الوقت ولن يكون بين عشية وضحاها. خالد الأحمدي. قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا لم يلغى والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيد قراره إخلاء سوريا من الجنود الأمريكيين. في المقابل دونالد ترامب لم يحدد بعد موعدا لعملية الانسحاب ويعزي ذلك إلى عدم مناقشته بعد الجدول الزمني البالغ 4 أشهر. العملية ستكون بطيئة حسب الرئيس الأمريكي. قرار الإبطاء يعقب والإعلان المفاجئ لدونالد ترامب الشهر المنصرم عن سحب القوات الأمريكية من سوريا ما أثار انتقادات داخلية وخارجية سيما من قبل شركاء واشنطن في التحالف الدولي وكذا من طرف المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة الأمريكية في حربهم ضد تنظيم داعش. الرئيس الأمريكي يفيد بأن إدارته تريد حماية المقاتلين الأكراد ويتعهد بعدم اشتباك تركيا معهم عقب الانسحاب الأمريكي من سوريا. فتركيا سبق وأن أشارت إلى القضاء على الفصيل الكردي في منبج الذي تعتبره إرهابيا. قال خفر السواحل الهولندي إن سفينة فقدت خلال الليل ما لا يقل عن 270 حاوية في المياه الألمانية في بحر الشمال، 4 منها تحتوي مادة يمكن أن تكون خطرة. وقد حددت السلطات الألمانية موقع واحدة من الحاويات 4 في المياه الألمانية في حين لم يتعرفوا بعد على موقع الحاويات 3 الأخرى. في مجال الفضاء أعلنت الصين أن مسبارا قمري صيني هبط على الجزء البعيد من القمر اليوم ليصبح أول مركبة فضائية تهبط على سطح القمر غير المرئي من الأرض. وتتضمن المهام العلمية للبعثة مسح التضاريس والأراضي والكشف عن التركيبة المعدنية وهيكل سطح القمر. أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم أن 2262 مهاجرا قضوا أو فقدوا خلال محاولة عبور البحر المتوسط عام 2018 وذلك بانخفاض بأكثر من الربع مقارنة بالعام الذي قبله. وأكدت البيانات أيضا أن إسبانيا باتت المعبر الأساسي بالنسبة للمهاجرين واللاجئين القادمين من شمال إفريقيا إلى أوروبا. وارتباطا بملف الهجرة غير الشرعية تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة صباح اليوم من تفكيك شبكة يشتبه في كونها إجرامية متخصصة في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف 3 أشخاص ينشطون في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة. كما تم إيقاف مالك منزل يشتبه في ارتباطه بهذه القضية والذي مكنت عمليات التفتيش داخله من ضبط 17 مرشحا للهجرة من بينهم 14 من جنسية جزائرية. وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الشرطة حجزت في هذه القضية جوازات سفر وسندات هوية جزائرية وصدريات للنجاة وسكينا من الحجم الكبير ومضخة خاصة بالقوارب المطاطية وهواتف محمولة علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية وسيارتين يشتبه في استخدامهما في نقل المرشحين للهجرة غير المشروعة. وخلص البلاغ إلى أنه تم فتح بحث قضائي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لمنظمي الهجرة غير المشروعة وكذا الكشف عن الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية سواء داخل المغرب أو خارجه.
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه في إطار إتمام البحث بشأن جريمة قتل السائحتين الأجنبيتين بضواحي مدينة مراكش يوم 17 دجنبر المنصرم، قد حال 17 أشخاص آخرين من بينهم مواطن سويسري يحمل الجنسية الإسبانية على قاضي التحقيق بموجب ملتمس إضافي يرمي إلى التحقيق معهم حول أفعال إرهابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغنا اليوم أن من بين هذه الأفعال جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية وتقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتدريب أشخاص من أجل الالتحاق بتنظيم إرهابي. وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق أيضا الأمر باعتقالهم احتياطيا، ومن المنتظر أن يتخذ قرار اليوم بشأن الملتمس الإضافي المذكور. في شأن التشريعي أرجأت لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين التصويت على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية إلى حين إجراء بعض التعديلات. نادي المدن وسعيد الشاصي. 19 مادة يتضمنها مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية تمت مناقشتها خلال هذه اللجنة، وتوقف المستشارون عند التفاصيل الخاصة بهذا المشروع الهام الذي يحدد مدة الخدمة العسكرية في 12 شهرا للأشخاص ما بين 19 و25 سنة، إذكاء لروح المواطنة للدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ففتح المجال لخدمة العسكرية لمدة 12 شهر لفائدة الشباب يستجمع عدد كبير من 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 قيم التي مجتمعنا في حاجة إليها ليتكتف أو تكتل أكثر ويتقوى بشحنة من الالتزام. إجراءات أخرى تضمنها مشروع القانون الذي لم يغفل الحقوق والواجبات خلال فترة أداء الخدمة العسكرية مع مراعاة عدة شروط تصب كلها في مصلحة الوطن. ومشروع ملائم، مشروع يحمي المجند من جميع الجهات، من حيث من التغذية للملبس للصحة من شتى مراحلها لا قدر الله حتى الوفاة، إضافة إلى التربية الحقيقية، التربية على المبادئ الوطنية لنعرف رمز هذا الوطن. تساؤلات ديال السادة المستشارين اللي كتتعلق بالقضية ديال الإجبارية والاختيارية، كتتعلق بالقضية مثلا ديال الفئة المستهدفة، كتتعلق بالإعفاءات اللي كاينة، ولكن على العموم أن جميع السادة المستشارين تمنوا هذه المبادرة اللي اعتبروها بأنها من المبادرات المهمة في المصلحة اللي غتكون في المصلحة ديال الشباب ديالنا وفي المصلحة ديال الأجيال ديالنا المقبلة إن شاء الله. وقد أرجأت اللجنة التصويت إلى اجتماع لاحق على هذا المشروع القانون إلى حين إجراء بعض التعديلات عليه. نتوقف لحظة عند جديد المال والأعمال وأخبار البورصات الوطنية والعالمية مع ياسر العمراني. ياسر مساء الخير. مساء الخير قيس. إذن البداية من طنجة، حيث تم تفعيل نظام معلوماتي خاص بالسلامة الصحية بميناء طنجة المتوسط. بالفعل قيس، شرع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في نشر النظام المعلوماتي للسلامة الصحية، وذلك بميناء طنجة المتوسط. ويسمح هذا النظام بالتبادل الإلكتروني للمعطيات كالتصريح الجمركي ونتائج المراقبة الصحية، وهو ما يمكن من تقليص أوقات عبور البضائع. ريبورتاج في الموضوع لأنسة بومدي ومحمد توانينا. النظام المعلوماتي الجديد يسمح بالتبادل الإلكتروني للمعطيات كالتصريح الجمركي ونتائج المراقبة الصحية للمكتب الوطني للسلامة الصحية مع مصالح إدارة الجمارك والضرائب، مما يمكن من تقليص أوقات عبور البضائع. نظام السيبس اللي بدينا كما قلت هذه تقريبا بداية الشهر 12، وكان اجتماعات مع المهنيين باش وضحنا لهم المزايا ديال النظام وانه غادي يدخل في حيز التنفيذ في القريب. النظام عنده عده مزايا، من بينها هو ان كيسهل المساطير والاجراءات
ديال على المعشرين ولا على المستوردين بالنسبة لمراقبة البضائع اللي كتمر هنا بطنجة المتوسط. وبالإضافة إلى التبادل الإلكتروني للمعلومات، فالنظام المعلوماتي الجديد سيسهل عمل المعشرين والمستوردين بتقليص المدة الزمنية التي كانوا يقضونها في التنقل بين مختلف المصالح، وكذا تقليص مدة انتظار عبور البضائع الذي كان يدوم لأيام. هذا النظام هذا سهل لنا المأمورين جدا، لأنه كيربح بزاف الوقت، في خصوصا فاش كنعطيو النتيجه مثلا ان هاد المنتوجات صالحه او غير صالحه، القرار النهائي كيكون كيتم بسرعه بيننا وبين الجمارك، يعني يتم اخبارهم بطريقه معلوماتيه سريعه. النظام المعلوماتي راه سهل علينا الاجراءات اللي كنا كنقوموا بها بالوريقات، وب اختزلنا بزاف ديال الامور. منا كنا كنحطوا لاديوم والدوسي، بدينا دابا كنجبروا لاديوم عندهم في السيستم، كنشوفوا معاهم غير الكاميون كينزلوا معنا يراقبوا معنا الشاحنه ديالنا. ولإنجاح نشر هذا البرنامج في ميناء طنجة المتوسط، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية بتحسيس مختلف الشركاء والمتدخلين بهذا النظام، حيث يسعى المكتب في أفق السنة الجارية إلى القضاء بالكامل على الإجراءات الورقية والمرور إلى التعامل الإلكتروني. ما يفوق 11 مليون سائح زاروا المغرب ما بين شهري يناير ونوفمبر من سنة 2018. الرقم يشكل ارتفاعا بنسبة 8.5% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة ذاتها. قراءة في معطيات المرصد الوطني للسياحة الخاص بشهر نوفمبر لسنة 2018 مع سكينة الإدريسي وحسن مساوي. أرقام إيجابية جديدة كشفت عنها إحصائيات مرصد السياحة الخاص بالفترة الممتدة بين شهري يناير ونوفمبر 2018. المرصد ذكر أنه في هذه الفترة ارتفع عدد السياح الذين زاروا المغرب بنسبة 8.5% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017. وأوضح المرصد أن ارتفاع عدد الوافدين على المغرب هم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، خاصة القادمين من إيطاليا وألمانيا بنسبة تزيد عن 15% و10% على التوالي. وبخصوص عدد ليالي المبيت بالمؤسسات السياحية المصنفة الخاصة بالسياح الأجانب ومغاربة العالم، فسجلت ارتفاعا بلغ أزيد من 8%. مراكش وأجادير قطبين استحوذا لوحدهما على 60% من العدد الإجمالي لليالي المبيت نهاية شهر نوفمبر المنصرم. هاتين الوجهتين سجلتا ارتفاعا بنسبة 10.8% على التوالي. فاس، الرباط وطنجة مدن سجلت بدورها نتائج إيجابية في عدد ليالي المبيت. في شهر نوفمبر 2018 سجل عدد السياح الوافدين على المغرب ارتفاعا بنسبة 14% مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2017. هذا الارتفاع شمل السياح الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج. ووفقا لبيانات مهني القطاع السياحي، فإن ليالي المبيت المسجلة بمختلف المؤسسات الفندقية المصنفة فقد ارتفع بنسبة 3% في نوفمبر 2018. وأبرزت المعطيات أن وجهة فاس عرفت ارتفاعا بنسبة زائد 7%، أما الرباط ومراكش وأجادير فسجلوا ارتفاعا نسبته زائد 3%. سجلت حركة النقل الجوي على مستوى مطار الداخلة ارتفاعا 39.52% خلال شهر نوفمبر الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017. وحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار الداخلة خلال شهر نوفمبر من سنة 2018 بلغ ما مجموعه 21,530 مسافرا. ننتقل الآن إلى إقليم شتوكايت بها، حيث انخرطت مجموعة من النساء في تعاونية مختصة في المنتوجات الفلاحية وأيضا في الصناعة التقليدية، منتوجات يتم تسويقها محليا ووطنيا. ربورتاج في الموضوع لعماد أمسمير
وسمير بركة. منتجات المجالية كانت إلى وقت قريب لا تساوي شيئا في هذا الفضاء الجغرافي الجبلي، وبالعزيمة نساء القرية استطعنا أن ينتصرن عن الفقر ويحولن هذه المنتجات من كسكس وزيوت كالأرجان ومختلف أنواع الأعشاب الطبية إلى أصناف محلية لها إقبال على الصعيد الوطني والدولي. زعما التعاونية راه مزيانة، كنستافد فيه بزاف، العيالات مزيان خدامين، تيردوا الفلوس شوية بعدا ديورهم والولاد ديالهم. تجربة فريدة لهذه التعاونية بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تحدي هؤلاء النسوة جعلهن يطورن التعاونية في مجال الطرز والخياطة وصناعة الأحذية التقليدية المعروفة بالدوغ نيديف. عندي 22 منخرطة وكتخدم على الأساس كالجلد كبلغة توغ نيديف والخياطة والرندة، هذه في الصناعة التقليدية. وفي لحى كنخدموا بركوكس واملو وارغان والاعشاب الطبية. قبل ما تكون هاد التعاونية كانوا الناس تيخدموا ايدو كان في دارهم في الديور، كانوا تيخدموهم وتيبيعوهم في السوق الاسبوعي. ملي كان هاد التعاونية بداو الناس تيتجمعوا هنايا تعلموا بزاف في الصناعة، منهم ايدو كان وطرز. نساء كتبن بكل شجاعة قصة جماعية لصعود اجتماعي نحو مستقبل أكثر استقرار بدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطت دفعة نوعية للتعاونية ونفسا جديدا لروح الابتكار لتنمية المنتجات المحلية. أما الآن فنتابع النسب المحققة من جانب بورصة الدار البيضاء وإلى جانبها المؤشرات العالمية أسعار النفط وأسعار العملات. هذه النسب إذن تنتهي اقتصادية هذا اليوم. أما الآن فنعود إلى قيس. شكرا لك ياسر. بنظور حفل جمع الكفاءات والأطر المشتغلة بكل من وكالة مارتشيكا ميد ووكالتي الضفتي أبي رقراق، هدف تعزيز التعاون فيما بينهم وتثمين المشاريع التي تشرف عليها الوكالتين محمد بلاوي ورشيد العتابي. تمكن الكفاءة والطاقة المغربية من العمل سويا بهدف حماية البيئة وبلورة نموذج يحتذى به للتنمية المستدامة بإفريقيا من خلال المشاريع المهيكلة الضخمة لبحيرة مارتشيكا بالناظورة وضفتي برقراق بالرباط سلام. وهدف إقامة هذا الحفل والذي شكل أيضا مناسبة لتعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر والخبرات بين الأطر المغربية. هذا اليوم كان لقاء حميمي، هو دار واحد نقفة على الإنجازات التي مضت مع سنة 2018 وما قبلها، وكذلك تذكير بتوجيهات سامية لصاحب الجلالة وببرنامج العمل لسنة 2019 اللي شغلوا على طرق ديال السينرجي ما بين الوكالتين باش ان شاء الله الرحمن الرحيم المردود ديال الوكالتين ترتفع، لان تنحاولوا نستافدوا من التجربه ديال الوكالتين باش الجميع تستافد منها وترفعوا المستوى ديال المردود ديال المؤسستين.
المبادرة الملكية السامية رامية لتأهيل وتثمين بحيرة مارتشيكا مكن من وضع الخبرة والتجربة المغربيتين والتي راكمتها المملكة على مدى سنوات رهن إشارة بلدان القارة الإفريقية بهدف تحقيق التنمية المستدامة المشتركة وفي إطار كذلك التزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون جنوب جنوب. فكرنا باش الوكالتين يكون عندهم فرع مشترك ليقوم بهذه الدراسات لأن الطلبات كثيرة من دول صديقة إفريقية تريد أن يعني نعمل معها في نفس النمط الذي اشتغلنا به في أبيجان في رابي دو كوكودي. هذا الحفل أقيم ببحيرة مارتشيكا التي تبلغ مساحتها حوالي 120 كيلومتر مربع ويصل طولها إلى 25 كيلومتر وعرضها إلى 7 كيلومترات وبعمق يتراوح بين نصف متر وسبعة أمتار وهي بحيرة ذات خصوصيات استثنائية ومؤهلات طبيعية تجعل منها واحدة من أهم وأكبر البحيرات في حوض المتوسط. في المجال السياحي يتوفر إقليم تيزنيت على مؤهلات طبيعية تجذب السياح من مختلف الجنسيات، بنيات استقبال توفر لمرتاديها أنشطة تتنوع بين الترفيه والمتعة من بينها سياحة القوافل والتي نتعرف عليها في ريبورتاج ياسر العمراني وأمين الشرقاوي. Sinon c'est parfait. On a des jolies fleurs au mur. Ah oui, c'est extraordinaire. اصبح وجوها مألوفة بمخيم تيزنيت ونساج صداقات. بعيدا عن قاري اوروبا حيث ترتعد الفرائس، هنا الدفء والجو الصحو وفيض من الحبوب. من أهم مميزات هذا المخيم الرائع النظافة وحسن استقبال صاحب المكان. مدينة جميلة أعجبتنا، لقد اعتدنا المجيء إليها دائما وميزتها أننا نتفسح ونحن نمتطي الدراجة. نظرا للجو الرائع للمغرب على امتداد السنة نأتي بحثا عن الدفء وعن الناس الطيبين والكرماء. ماري ودومينيك زوجان متقاعدان قادما من مدينة الطباب، وراء هذا الاختيار شرط مهم. الأمن هنا أمر مهم، رجال الأمن خدومون ويؤمنون كل الأماكن السياحية وهذا يشعرنا بالأمان. أنصح السياح بزيارة المغرب خصوصا الجنوب. بهذه المنطقة نبحث عن الكثير من الاكتشافات، أولها الناس والمكان والخضرة والهواء. عندنا 60 امبلاسمون ديال لي كامبين كار. هاد لي امبلاسمون يسون توس ايكيبي بالالكتريفيكاسيون ديالهم، بالماء ديالهم، بالاسينيسمون ديالهم. ستون ألف حافلة تخييم تقصد كل سنة وجهة المغرب تنعش النشاط السياحي والاقتصاد المحلي. أما ماغي ودومينيك وغيرهم فهم كطيور السنون لا تخلف موسم الهجرة صوب الجنوب حين يزحف القار هناك بأوروبا. رياضيا، انطلقت النسخة 11 لرالي أفريكا إيكو رايس من موناكو الفرنسية. قافلة الرالي وصلت لمرحلة المغرب بالضبط ضواحي فومزغيت متجهة نحو الجنوب أكثر مرورا بموريتانيا في اتجاه السنغال. الرالي سيقطع مسافة 6000 كيلومتر تشهد منافسة قوية بين أقوى الأسماء العالمية. بالنسبة للدراجة تمكن أندريس إلفاستر من تجاوز فارق الدقيقتين بينه وبين الإيطالي أليساندرو بوتوري. وبالنسبة للسيارات واصل الثنائي دومينيك لورون وفيليب كريسبو سيطرتهما على السباق للمرحلة الثانية، والمرحلة الموالية ستقود المتسابقين في اتجاه أسازاغ على مسافة 400 كيلومتر.
وصلنا إلى نهاية نشرتنا، تذكير بأبرز ما جاء فيها. مجلس الحكومة يتدارس ويصادق على جملة من النصوص القانونية والتنظيمية، وفي مستهله يؤكد رئيس الحكومة على ضرورة مضاعفة الجهود للرفع من وتيرة تطبيق البرنامج الحكومي. مديرية الأرصاد الجوية الوطنية تتوقع انخفاضا في درجات الحرارة، والوضع الفلاحي والرعوي مستقر في انتظار تساقطات مطرية تنعش المزروعات الشتوية. بميناء طنجة المتوسط اعتماد نظام معلوماتي للسلامة الصحية للمواد الغذائية قصد تيسير مراقبة المنتجات النباتية والحيوانية. سياحة القوافل تجذب مزيدا من السياح من مختلف الجنسيات، نشاط سياحي يستفيد من المؤهلات الطبيعية والظروف المناخية الملائمة بإقليم تيزمي. سعداء بالتواصل معكم، ألقاكم غدا بإذن الله.